للحديث بشكل أكثر ومفصل عن هذه القمة ينضم إلينا الأستاذ سالم بن حمد الجهواري، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية وباحث في الشؤون الدولية. أستاذ سالم، نمس عليك بالخير والنور وسرور في برنامج مع الشبيبة. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبمتابعيكم أينما كان. أهلا وسهلا بك، والحديث ده يعني بشكل مباشر عن قمة جدة للأمن والتنمية. كيف تابعت أستاذ سالم مجريات قمة جدة للأمن والتنمية والموضوعات التي تمت مناقشتها في هذه القمة؟ قمة جدة يعني فرضت إيقاع جديد الآن على المنطقة، وهذا الإيقاع هو بأن أصبح من المهم جدا أن يكون هذا التلاقي السنوي بين دول مجلس التعاون إضافة إلى كل من الأردن ومصر والعراق، الدول القريبة من مجلس التعاون، وذلك لبحث أيضا المصالح المشتركة الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتقنية وأيضا السياسية، وأيضا الاتفاق على إحلال السلام في المنطقة ودفع الأطراف يعني في الأزمات المتواجدة الآن في كل من اليمن وليبيا وسوريا وأيضا الدول التي بها بعض الاضطرابات، إلى يعني إيجاد حالة من الاستقرار خلال المرحلة المقبلة. عالم اليوم يحاول أن يتخطى الصراعات العسكرية والأمنية والأطماع الجغرافية إلى التعاون والتكامل في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والتقنية، وهذا هو المستقبل الذي يعني تنظر له شعوب العالم كلها وشعوب المنطقة خاصة، وأن دول مجلس التعاون والدول العربية القريبة منها تمثل ثقلا ومحورا مهما يعني في هذه المنطقة، وأيضا تحدد مصالح المنطقة تتفق كلها على صيغة السلام وإحلال الأمن والاستقرار. وقد لاحظنا كل الكلمات التي ألقيت خلال أيضا هذه القمة بما فيها كلمة صاحب السمو السيد أسعد بن طارق، كلها تؤكد على موضوع إحلال السلام في الأوسط. الغرب عليه أن يقتنع بأنه بدون قيام دولة فلسطينية والحل السياسي الذي تم الاتفاق عليه في اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يكون الشرق الأوسط مستقرا المرحلة المقبلة، سواء كان التعاون في المجالات المختلفة، لكن هذه القضية تأتي أولوية. وأنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية لا زالت لم تبذل الجهد المطلوب منها في إنجاز اتفاق تاريخي بين العرب والإسرائيليين في هذا الشأن، لأن مفتاح التنمية واستقرار الأمن وازدهار الاقتصاد وأيضا استثمار التقنية في المرحلة المقبلة هو حل هذه القضايا، ومن ثم القضية أو الأزمة اليمنية، وكذلك دفع الأطراف في ليبيا إلى الاتفاق على الحكومة الموحدة وخروج كل من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا التنظيمات من شمال سوريا. يعني ذكرت أشرت يعني أستاذ سالم إلى نقطة مهمة جدا، العلاقات بين الولايات المتحدة والعلاقات الخليجية العربية. خلينا نسلط الضوء شوي على هذا المحور المهم جدا، العلاقات الخليجية العربية مع الولايات المتحدة ودورها في المنطقة. العلاقات استراتيجية قبل كل شيء. أولا، هذه الدول معظمها منتجة للنفط والغاز، وبالتالي الهدف الأساسي الذي جاء الرئيس الأمريكي تحدث عنه الآن. أستاذ سالم، الصوت يتقطع كثير وأكاد أنه يختفى الصوت من عندنا، ما أعرف إذا بسبب يعني المستوى المعيشي المرتفع تعاني اليوم من أزمة الطاقة. أضف إلى ذلك أن هذه الأزمة تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية، قطع الإمدادات أو تقليل الإمدادات لأوروبا الغربية، وكذلك ارتفاع أسعار الغاز إلى عجز الكثير الآن من هذه الدول في إمكانية تلبية الطلب بتوفير الوقود لها. هذا كله
يرتبط بكل مناحي الحياة، من نقل السلع ووصول الإمدادات إضافة إلى يعني انتعاش الاقتصاد. هذا التضخم الآن قد يسبب كارثة كبيرة خلال المرحلة المقبلة على اقتصاديات العالم، وقد لا تستطيع للشعوب أن تلبي احتياجاتها اليومية. لذلك المملكة العربية السعودية تجاوب رفع معدل من 10.5 مليون برميل إلى 13 مليون، لكنها لا تستطيع أن ترفع أكثر من ذلك. الآن هناك الإمارات العربية المتحدة قد تزيد الإنتاج، وكذلك الكويت قد تزيد الإنتاج، ثم بعض أيضا دول الأوبك، لكن هذا يحتاج إلى أيضا تكاتف. المهم أن المملكة العربية السعودية بادرت بهذه الخطوة، وفي نظري أن هذه الخطوة مهمة، سوف تقلل بالارتفاع الأسعار، وقد يتراوح بين 80 إلى 90 دولار المرحلة المقبلة. هناك طلب عالمي كبير جدا على النفط، وهناك طلب عالمي أيضا على تخفيض السعر، لأن زيادة السعر أيضا يؤدي إلى المزيد من التضخم الدولي، والتضخم خاصة في الاقتصاد، وهذا التضخم سيضر بالعملية الاقتصادية برمتها، ليس في دولة معينة وإنما في جميع هذه الدول. ونحن نعايش ذلك في هذا الارتفاع في المملكة المتحدة، أيضا في فرنسا وفي ألمانيا وفي الولايات المتحدة والدول أيضا، وفي كندا والدول الكبيرة. هذا يعني يرفع تكلفة الإنتاج لديها من معدات ومن توريد للكثير من الاحتياجات التي يحتاجها العالم العربي وتحتاجها دول مجلس التعاون، وبالتالي تقليل الأسعار سيساهم في عودة الاقتصاد أن يعمل بشكل طبيعي وبشكل أفضل. هذه النقطة الأولى التي جاء من أجلها بايدن. ثم هناك الاتفاقيات الأمنية التي تمت مع دول مجلس التعاون، وكذلك أيضا الملف اليمني، وأيضا عودة التحالف الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وبين الولايات المتحدة الأمريكية في نواحي مختلفة، أمنية وعسكرية واستخباراتية، إضافة إلى محاولة إيجاد صيغة في الملف النووي الإيراني 5+1، والذي مرتبط مباشرة بحل الأزمة اليمنية، والذي تفاوض عليه إيران الآن من أجل الحصول على أيضا تخصيب لليورانيوم، كما تذكر وسائل إعلامها بأنه للاستخدام السلبي. نعم نعم، يعني أشرت إلى نقاط مهمة، كما أشار يعني صاحب السمو السيد أسعد بن طارق في القمة، وأشار في كلمته إلى العديد من الملفات المهمة، من ضمنها ملف قضية اليمنية، وأيضا ملف قضايا البيئة والمناخ. كيف تابعت كلمة صاحب السمو الأستاذ سالم؟ يعني هي كلمة حقيقة متوازنة، ركزت على النقاط الأساسية التي هي تعتبر أساس في التعاطي السياسي العماني مع دول العالم، وهذه النقاط واضحة ومعروفة منذ يعني فترة وليس الآن. القضية الفلسطينية هي قضية محورية في السياسة العمانية، وهذا ما تحدثت فيه أيضا تحدث فيه السياسيون العمانيون، سواء كان مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع المملكة المتحدة، وهذا الموقف العماني موقف واضح منها في هذا الجانب. أيضا الملف اليمني، سلطنة عمان مهتمة اهتمام كبير بإحلال السلام في اليمن، الدولة الجارة، الدولة التي نأمل لها أن تعود مزدهرة خلال الفترة المقبلة. ثم أن هناك قضايا البيئة والمناخ، وهذه القضايا كلها مهمة، وأهميتها تكمن في أنها تؤثر على حياة الإنسان، وهناك دعم للمشروع، هناك دعم للمشروع مشروع البيئة والمناخ خلال الفترة المقبلة، والذي تقدمت به المملكة العربية السعودية، وهو مشروع طموح ليس في المملكة فقط، وإنما أيضا في منطقة الشرق الأوسط، بزراعة 50 مليار شجرة، وهذا سيعدل تماما من المناخ في هذه المنطقة، سيكون مختلف تماما. وتستهدف هذه الخطة مشروع الشرق الأوسط الأخضر أن تقلل الحرارة من أو الاحتباس الحراري بين 8 إلى 10 درجات خلال فصل الصيف بالذات، حتى يمكن أن تعود الأمور كما كانت سابقا،
في إمكانية يعني نجاح الزراعة وأيضا العمل بشكل طبيعي، خاصة وإن المنطقة الآن لديها حالة من الارتفاع في السنوات الماضية، وهذا ما شاهدناه نتيجة الاحتباس الحراري ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم. اليوم في الولايات في المملكة المتحدة في يعني في بريطانيا يتوقعون لأول مرة أن تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة، إلى درجة إنهم أعطوا بعض يعني بعض القطاعات إجازة في حالة الوصول إلى هذه الدرجة من الحرارة. نعم يعني القمة تناولت ملفات كثيرة جدا وملفات مهمة جدا على صعيد الدولي والمحلي وطبعا على صعيد العالمي. ماذا عن القضية الفلسطينية أستاذ سالم؟ كيف تابعت اهتمام وحديث القادة عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني؟ يعني أنا أعتقد إنه الولايات المتحدة لا زالت يعني تتعاطى بأكثر من رأي في هذا الموضوع، هي مع حل القضية الفلسطينية ومع حل الدولتين، لكنها يعني حتى لم تدين يعني قضية امتثال الصحفية شيرين أبو عاقلة، ومع أن كل المعطيات التي قدمت سواء من التحقيقات التي قامت بها بعض الصحف الأمريكية وأيضا الجهات الفلسطينية وأيضا بعض الجهات المحايدة كلها أدانت قوات الاحتلال في ذلك. ثم يعني بعد الفحص المخبري للرصاصة التي اخترقت جمجمة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، يعني تعود الولايات المتحدة الأمريكية ويعني تنسف كل هذه الجهود، وبالتالي هذا يعني يقلل من المصداقية في الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية. يعني عندما التقى الرئيس بايدن بالقادة الإسرائيليين أكد على الأمن الإسرائيلي وأيضا على ضمان الولايات المتحدة الأمريكية للأمن الإسرائيلي، وعندما ذهب لعباس أكد على حل الدولتين. هذه المواقف يعني في نظري متباعدة، يعني لا تعبر عن موقف موحد يساهم في دفع السلام. يعني على الأقل أن يقوم بايدن بالجهد من خلال إدارته لإعادة التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خاصة أن الرئيس عباس أكد للرئيس الأمريكي خلال استقباله في الضفة بمد يد السلام للإسرائيليين وإمكانية العودة إلى المفاوضات. يفترض أن الولايات المتحدة تلتقط هذا الموقف مع القادة الإسرائيليين وأن يباشروا العودة إذا كانت هناك جدية، لكن مثل أوسلو وحتى اليوم هناك إدارة فقط لهذه المفاوضات ولم يتم قطع فيها أي يعني مراحل مهمة من هذه العملية، ولم يتم تحقيق شيء. على الأقل أن تجزأ القضية إلى مراحل، وأن نبدأ في المرحلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، كلما انتهينا من مرحلة إذا كانت الأمور معقدة لأن الشعب الفلسطيني لن ينتظر أكثر من 75 عاما لحل قضيته والأرض التي اغتصبت منه والأرض التي احتلت، وهذا يحتاج من الجميع ليس فقط من الفلسطينيين، من العرب أيضا أن يكونوا القوة الدافعة، وهذا ما أكدوا عليه حقيقة في القمة. لكن هل ستفضل الولايات المتحدة مصالحها مع دول المجلس والدول العربية بترجيح يعني أكبر من تفضيل مصالحها مع إسرائيل؟ أنا أشك في ذلك يعني كمراقب للأحداث، لكن حقيقة أتمنى أن لا يعني يتم تمديد الوقت لأكثر من ذلك في موضوع القضية الفلسطينية. الفلسطينيون يحتاجون إلى دولتهم المستقلة وإلى مرافقهم وإلى قواتهم العسكرية وإلى أيضا عودة اللاجئين وحل موضوع المياه والعودة إلى حدود 4 من يونيو 1967. يحتاجون لكل هذه النقاط التي تم التوافق عليها في اتفاقية أوسلو، لكن الإسرائيليون يريدون فقط السلام مقابل السلام، بينما العرب يريدون السلام مقابل العرب، وهنا الاختلاف. وإذا كان الجميع جادا في ذلك، فأنا أرى أن العودة إلى مرجعية المبادرة التي قدمها الملك عبد الله في 2002
في القمة العربية في بيروت، وهي التطبيع الشامل للدول العربية مع إسرائيل مقابل قيام الدولة الفلسطينية. أعتقد بأنه هذا ليس مكلفا للإسرائيليين إذا ما كانت إسرائيل يعني لديها، إذا كانت إسرائيل لديها الرغبة في السلام. أما إذا لم تكن ذلك فهذا يذهب بنا إلى الظنون والشكوك حول التهام ما تبقى من الأراضي الفلسطينية. جميل جدا. يعني الحديث عن القضية الفلسطينية لا ينتهي أبدا، إن شاء الله أنه تتجه إلى اتجاهات تصب في مصالح الشعب الفلسطيني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني. الحديث عن قمة جدة للأمن والتنمية، كان معنا الأستاذ سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الصحفيين العمانية وباحث في الشؤون الدولية. احنا شاكرين لك تواجدك معنا أستاذ سالم، ونتمنى لك مساء سعيد. شكرا لكم جميعا. اهلا وسهلا.